السلام عليكم، معكم مصطفى قناة مستر مونتيك. هل ايفون 6 بلس اختيار جيد في ظل نزول كمية التليفونات اللي نزلت في 2017 و2016 و2018؟ هل ايفون 6 بلس يعتبر اختيار جيد في ظل الثمن اللي انت بتدفعه؟ هل ايفون 6 بلس يعتبر اختيار جيد بالنسبة لمستخدمين اندرويد؟ هل ايفون 6 بلس تليفون تقدر تعتمد عليه كشغل يوتيوب؟ كل ده هنعرف في حلقة النهاردة. المراجعة النهاردة للأسف هتبقى عبارة عن ذكر حاجات مش هتعجب بعض الناس. اول حاجة ان الايفون، اول حاجة يا جماعة نتكلم عليها في الايفون 6 بلس، سيبك انت من بتاع الكلب ده. المهم اول حاجة نتكلم عليها هي المعالج والاداء بتاع التليفون، متوسط ويمكن اقل من متوسط كمان. بصراحة اداء مثلا التليفون اللي انا عملت عنه مراجعة في الفترة اللي فاتت دي اللي هو كان الريدمي 5 بلس احسن منه 6-7 مرات من الاداء بتاعه. اداء الالعاب في الايفون 6 بلس، انا بس بختصر، اداء الالعاب سيء جدا جدا جدا. هنفتح مثلا لعبه ماي فيت اللي انتوا شايفينها دي، لعبه خفيفه جدا، يعني انت لو معاك تليفون اندرويد ب 2000 جنيه ممكن تشغل اللعبه دي احسن من الايفون 6 بلس. تمام، هنفتح كده اللعبه زي ما انتوا شايفين، اصلا حصل تهنيك كده في الاول. هنفتح اللعبه يعني ماشي، ده اعلان، ركز كده، انا مت، نعيد، في تهنيج، لو انتم ملاحظين في تهنيج في اللعبه، تعالي ملاحظين التهنيج. طيب نوقف كده ونقول له ايه كان انت ثانيه واحده كده. تمام، ونجيب مثلا، هو راح فين؟ نجيب مثلا الريدمي 5 بلس ونقول له ثانيه بس يظبط الفوكس، نقول له ابدا لنا كده انت اللعبه دي. انا عارف ناس كتير تقول المقارنه دي مش عادله، وانا مش بقول لك ان المقارنه دي عادله، ومش قصدي خالص ان المقارنه تكون عادله. انا كل اللي انا اقصده ان ده ب 8500 جنيه وده ب 3200 جنيه، بس ده اللي انا اقصده مش اكتر. ملاحظين انا بس عشان موطين الصوت، لا ده في تقريبا احنا قافلين صوت اللعبه بقى عشان التليفون ده مش تبعي يعني. طيب تمام، زي ما انتم شايفين اللعبه بدون اي تهنيج نهائيا. تمام يا شباب، اللعبه بدون اي تهنيج، لعبة خفيفة جدا، يعني انا بتكلم انها لعبة خفيفة جدا. تمام، انا عارف برضو ان يا جماعة الايفون فيه مميزات تانية خالص غير الالعاب وغير الكلام ده كله. حاجة تانية بس هنتكلم برضو عن البصمة، مش احسن بصمة في العالم. لو انت مثلا مستخدم اندرويد ومعاك تليفون زي الجي 7 برايم اللي انا بدلته او اللي انا يعني بعته، او معاك اي حاجة تانية، هتلاقي برضو ان اداء الالعاب في الجي 7 برايم هيبقى احسن كتير، واداء البصمة هيبقى احسن كتير من بصمة الايفون، لان طبعا الايفون ده مش جديد، الايفون ده قديم، الايفون 6 بلس. تمام، كتجربة الى حد ما في الالعاب وفي الاداء متوسطة، مش هنقول وحشة ومش هنقول حلوة، متوسطة. يعني زي ما قلت لك اقل موبايل من شاومي يعتبر احسن في الاداء من الايفون 6 بلس. ناس كتير دلوقتي هتشكك في الكلام وتقول لي تلاقي البطارية بتاعتك فيها مشكلة، لا البطارية بتاعتي كويسة جدا، وده عن تجربة، انا بطاريتي كويسة جدا، بتقعد اكتر تقريبا من 7-8 ساعات شاشة شغالة، وده ممتاز في عالم الايفونات والناس كلها عارفة كده. انا حالا لسه منزل لعبه اسفلت 8 عشان اجرب اداء اسفلت 8 في الايفون 6 بلس، وخلينا نشوف مع بعض الاداء لايف قدامكم. اسفلت 8 لعبه تقيله، خلينا نشوف هتعمل ايه في الايفون 6 بلس. تمام، نخش هنا على السيتنج ونخلي الاداء اقل حاجة بس عشان مركز في الكاميرتين. اعلان، تمام كده اللعبة بعد ما فتحت الحمد لله كده عرفنا نفتح اللعبة، بس نظبط الفوكس.
وده اللي بيميز كاميرا الايفون عن اي كاميرا تانية، ان الفوكس بتاعها سريع جدا عن اي كاميرا او اي كاميرا موبايل سامسونج بالذات. يعني نفتح كده البلاي ونجرب، بس نحط الصوت والكارير مود ونفتح اول حاجة اللي هي اسهل مستوى تقريبا، ونقول نيكست نيكست وستارت ونجرب. على فكرة اللعبة حاليا بالاعدادات الافتراضية، يعني انا مش معلي الاداء ومش مقلل الاداء، اللعبة بالاعدادات الافتراضية العادية جدا اللي جاية معاها. تمام، انا مش معلي ومش مقلل. تمام، هنستنى. انا مش ضد يا جماعة، برضو الناس اللي فاكر انها ضد ابل وكده، انا مش ضد ابل خالص، انا بس بشارك معاك تجربتي في الايفون. وزي ما شفتوا اعتقد ان الاداء بتاعها يعتبر اداء مش وحش، يمكن يكون اقرب للمتوسط اداء لعبة اسفلت 8. معنى كده يا جماعة ان في مشكلة غريبة، ان لعبة تقيلة زي اسفلت 8 تكون كويسة او متوسطة او اعلى من المتوسطة، الصراحة هي ما هنجتش خالص معايا، ولعبة زي نايف هيت اللي هي لعبة ضعيفة جدا جدا وبتشتغل على اي موبايل اندرويد، من اضعف موبايل لاعلى موبايل بتشتغل، وتكون بطيئة على الايفون. تمام، انا بس دي نقطة حبيت اوضحها لك. طبعا انتوا عارفين انتوا بتعذروني بسبب الحاجات دي، لان طبعا انا مش متميز او في الحاجات دي، بس بحاول مثلا نفتح فيسبوك كده نشوف بيفتح في قد ايه، مثلا نشوف سرعة تطبيقات فتح التطبيقات، هتلاقيه بصراحة مش زي الاول، مش زي ما كانت يعني قبل ما كانت قبل تبطأ الايفونات وكده، غريبة جدا بصراحة، ولكن يعني برضو ماشي الحال كويس تقريبا. نفتح مثلا بيس 612 الكاميرا يعني. تمام، زي ما انتم شايفين برضو في كويسة مش وحشة، بيفتح برضو بسرعة كويسة. ده كمان عندك اسفل 8 عندك هنا في الخلفية، وكمان نايف هيت في الخلفية، والفيسبوك كمان في الخلفية، فده يعتبر كويس. فاداء الموبايل ككل متوسط وكويس. تمام، اداء الموبايل ككل. تمام، اما زي ما قلت لك اداء الموبايل في اللعبة دي غريب جدا، معرفش ليه بس غريب. تمام يا شباب، طيب نيجي للحاجه اللي انا استفدتها بقى في الموبايل في اليوتيوب. هل الموبايل ده ينفع يوتيوب؟ هل الموبايل ده ينفع نقدر ان احنا نستخدمه كيوتيوب وكده؟ اه ينفع بصراحه، هو ينفع وينفع جدا كمان. انا عايزك تركز على حاجه كده معينه لما هفتح الكاميرا، عايزين بس نعلي الاضاءه. تمام، بتعلي الاضاءه كده كويسه في ال... تمام، يعني مش ثانيه واحده كده يعني، نخليها كده مثلا. تمام يا شباب، لو مثلا فتحنا الكاميرا، عايزك بس تلاحظ حاجة كده في الايفون، انه بيقدر يعمل فوكس. انا بس مش هعرف اجيبها لك كويس يعني، ممكن لو بعدى دي كده. تمام يا شباب، لحظة، لو انتم ملاحظين تلاقي الايفون بيعمل فوكس بسرعة جدا جدا. ده فادني في مراجعة الريتمي 5 بلس، انه بيقدر يعمل فوكس بسرعة، فيقدر يجيب لك الموبايل بشكل كويس احسن من النوت سيرينا بصور بيه، يقدر يجيب لك حاجات بشكل افضل بكتير من اي موبايل تاني او اي موبايل اندرويد تاني. انا صراحه ما جربتش موبايلات هواوي العاليه زي البي 10 مثلا او الميت 10 والحاجات دي، ما جربتهاش، ولكن زي ما قلت لك ان الايفون بيتميز قوي في حته الفوكس، لانه سريع جدا 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 في الفوكس، ودي اكتر حاجه عجباني بصراحه في الايفون، انه سرعه الفوكس فيه ممتازه جدا. دقه الالوان والوضوح الصوره في الايفون افضل من اي موبايل برده في فئته السعريه. انا بصراحه شايف ان كاميرا الايفون دي احسن من كاميرا البي 10 بتاع هواوي، احسن من كام، مع ان طبعا الفرق كبير، ولكن كاميرا الايفون كويسه مش وحشه، على الاقل مساويه للبي 10 او البي 9 اقصد، لا البي 10 افضل، لكن على الاقل مساويه للبي 9 بتاع هواوي.
على الاقل مساويه للجي ار 5 2017، على الاقل مساويه لموبايلات 2017 و2016، مساويه ما بقولش افضل ولكن قريبه جدا منهم. فكاميرا الايفون مش هتندم خالص لو انت اشتريت ايفون بسبب الكاميرا بتاعته، دي اكتر حاجه عجباني بصراحه في الايفون من ساعه ما جبته هو الكاميرا بتاعته، كاميرا ممتازه جدا بصراحه. يبقى كده احنا اتكلمنا عن الاداء وقلنا اداء متوسط ويمكن يعني متوسط، هو متوسط بالظبط لا فوق ولا تحت، هو متوسط تمام. واتكلمنا عن الحاجه الغريبه اللي حصلت لما فتحت لعبه ماي فيت، معرفش ازاي بتعلق على الايفون، واتكلمنا عن الكاميرا وعن حلاوه الكاميرا بتاع الايفون بصراحه، وتنفع جدا 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 يوتيوب، بيصور لحد 1080 بي 60 فريم في الثانيه، هتلاقي سموز جدا معاك بصراحه، كاميرا ممتازه جدا وسموز جدا، لا ما فيش اي تهنيك كده وانت بتصور، حتى لو بتصور في مكان ضلمه هتلاقي الكاميرا سريعه معاك، وحتى لو ما فيش نور الكاميرا سريعه وهتلاقي في نويز على وشك ولكن الكاميرا هتبقى سريعه برده، ده حاجه جميله جدا بصراحه. ونيجي بقى للسؤال الاهم، هل الايفون اللي ب 8000 جنيه ده اختيار كويس في 2018؟ لا، صعب جدا يبقى اختيار كويس. ده بسبب ايه؟ ده بسبب بسيط جدا، ان في اكتر من 20 موبايل بيقدم حاجات تقدر تستغنى عن الايفون بكل سهوله. يعني مثلا موبايل زي المي 6، المي 6 اسرع موبايل اندرويد انا مسكته في حياتي تمام، مي 6 بتاع شاومي، طبعا في احسن وفي اسرع ولكن ده يعتبر اسرع موبايل اندرويد مسكته في حياتي. المي 6 ممتاز جدا، بصمه كاميرتين وب 7800 جنيه، هسيب لك رابط شراء اسفل الفيديو، ولكن احسن من الايفون 6 بلس اللي هو اغلى منه بمراحل، بمراحل كتير جدا تمام، وبيعمل بورتري مود وافضل منه بكتير. لو جبنا مثلا موبايل تاني زي الجي ار 5 2017 اللي هو بنص الثمنه، كاميرا الايفون ممكن تكون احسن سنه صغيره او ممكن تكون مساويه ليها، ولكن الجي ار 5 2017 العاب كاميرا كل حاجه في الجي ار 5 ممتازه جدا وبنص السعر. لو جينا حاجه تانية زي مثلا موبايلات تانية، موبايل ده احسن من الايفون برضو في حاجات كتير، لكن كاميرا الايفون احسن منه لان انا معايا الكاميرتين وجربتهم، فكاميرا الايفون احسن بكتير تمام. كاميرا الموبايل ده مش عجباني خالص، يعني كويسه ولكن كاميرا الايفون احسن بكتير يعني. ففي كذا موبايل يا شباب تقدر تعتمد عليه اكتر من الايفون، ايفون 6 بلس يعني 100 مره وبنفس السعر ويمكن بقى اقل كمان. ولكن انت لو هتحب انك تشتري ايفون او تجيب ايفون فانت هتحبه عشان الشركه وعشان النظام وعشان سلاسل النظام، ولكن ما انصحكش باي حال من الاحوال انك لما تجيب ايفون تجيب ايفون اقل من الايفون 6 اس او الاس تي اي. يا ريت ما تجيبش ايفون 6 بلس وعن تجربه، ايفون 6 بلس كويس ولكن الموبايلات الثانيه دي هتبقى احسن منه بمراحل، بالذات لو انت ما معكش فلوس، بنفس الفلوس اللي هتجيب بيها الايفون 6 بلس تقدر تجيب بيها ايفون اس تي اي او الايفون 6 اس تمام. عايز تزود شويه 10000 تجيب ايفون 6 اس بلس، 12000 تجيب ايفون 7 بلس تمام. المهم يا شباب فالموضوع كالتالي زي ما انا قلت لك كده، بلاش ايفون 6 بلس، بلاش ايفون 6 بلس، بس كده. اتمنى اكون افدتكم في الحلقه دي، واتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، واتمنى اكون يعني افدت الناس اللي عايزه تشتري ايفون او عايزه تعرف تجربتنا مع الايفون 6 بلس. اتمنى اكون افدتكم في الحلقه دي وتكون ان شاء الله مفيده للناس يعني. وبس كده، دي كانت النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، وشكرا عشان شفت الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وتشترك في القناه، كنت عمرك تشوف حلقات مستر بونتك عشان نعمل حلقات تانية بنفس الطريقه. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام. Oh.